مساحتنا الأخيرة لليوم راح تكون ضمن عالم التطوعي اللي تعودنا بكل صباح نستقبل أحد الفرق التطوعية والمبادرات الأهلية اللي عم تكون بتكبر القلب، عم تقدم كتير من الخدمات وعم تتنوع هاي الفرق التطوعية رشا لحتى تقدر يعني تلبي حاجات مختلفة بالمجتمع. أكيد نرمين، مثلهم مثل أي جهة ثانية بيتعرضوا للضغوط وبيكون عندهم تقص في كذا جهة، ولكن دائما حب العمل إخلاصا لعمله، ودائما نحن وقت بنآمن بهدفنا بالحياة بنقدر نوصل. أحيانا بنفشل، أحيانا هيك بنفوت بحالة اكتئاب إنه إحنا اليوم فشلنا، ولكن هذا الفشل ممكن يكون ذريعة لنرجح فيما بعد. واليوم كمان لمة أمل، يعني من اسمها وقت بنقول أمل نحن عايشين على هذا الأمل بالنهاية نرمين. يعني شفنا الظروف اللي تعرضنا لها، فنحن مضطرين اليوم نحن نآمن إنه بكرة رح يحمل شيء جديد. ولمة أمل هي فريق تطوعي قدم خلال سنوات الحرب شغلة كتير حلوة وآمن بقدرات ذوي الهمم. قديش نحن بحاجة لدمج هدول الأشخاص في المجتمع وتعليمهم وتدريبهم بشكل صح. صحيح رشا، دائما هي الفئة بحاجة لرعاية عن غيرها، بحاجة لدعم أكثر، بحاجة لمشاريع اليوم صحيح تقدر تساعدهم أكثر كرمال يكونوا هنن حدا من المجتمع ومو عالي على المجتمع أبدا. لنحكي أكثر عن فريق لمة أمل وأيضا عن شو هو مشروع دعم. ضيفتنا لليوم هي رحاب الخجة، وهي مؤسسة ورئيسة فريق لمة أمل التطوعي ومؤسسة مشروع دعم. بدي أقول لك سعد صباحك وشكرا لجرعات الأمل اللي انعطت خلال السنوات الماضية. صباح الخير، صباح سوريا الخير. دائما دائما احنا بنقول سوريا هي اللي بتقدم الخير للدنيا كلها. صح، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. لمة أمل ومشروع دعم موجود على ارض الواقع من عام 2015. خلينا نحكي اكثر ونعرف المشاهدين عن المشروع، عن انجازاته والخطوات اللي قمتوا فيها خلال 8 سنوات الماضيه. هلا لمة أمل هي عباره عن اجتمعت انا ب شخص واحد كان عنده شلل دماغي. نعم. فنحن كسيدات سوريا الخير كنا نشتغل من 2011 لأسر الشهداء ولجرحى الجيش فكنت عاملة أنا وقتها بالقلعة عاملة بازار لنسوق لأمهات الشهداء. تعرفت على شاب هيك ظريف وقال لي أنا من ذوي الاحتياجات فيني شارك معك؟ قلت له هي أكيد. ومن هون بلشت الخطوة معي أني أنا أهتم فيهم. فلقيت انه عندهم مشاكل هن تعليميه، مشاكل بحاجه شغل، بحاجه فرصه عمل. فكبر تعرفت من خلاله على بعض الشباب والصبايا وبلشنا بمشروع هو تدوير انه بدي اعمل لهم انا فرصه عمل. نعم. فقلت لهم تعالوا بنشتغل سوا. بلشنا نشتغل عندي بالبيت، نساوي لهم مواد تدوير للنباتات وهيك شغلات. بلشوا ياخذوا طاوله بالبازار، بلشوا يبيعوا، بلشت اعرف مشاكلهم لنهايه 2015. بلشت فكره القصه، استهوتك القصه استهوتني اني انا حسيت بتعاطفي معهم كثير. صحيح. يعني حسيتهم انه هن بحاجه لدعم، دعم نفسي، دعم يكون معهم واقفين يعني. وبلشنا من هون ب 2015 بيوم العالمي لمتلازمة داون أسسنا الفريق. وسمينا لمة أمل لأنه كنا قاعدين كلياتنا سوا. فقلت لهم قال شو بدنا نسمي الفريق؟ قلت لهم مع أنه ملمومين فمنسميه لمة أمل. ومن هذا الاسم نحن بناخذ قوتنا وهذا الاسم اللي وكان الشعار تبعنا هو غصن زيتون. لأنه غصن الزيتون بيدل على الخير والتعاون المهم يعني. بلشنا بهذا الموضوع ودخلنا بموضوع التعليم. خلينا نروح قبل ما ننتقل لموضوع التعليم نشرح اكثر الانجازات. يعني خلال هدول السنوات مثل ما قلنا هي فكره استهوتك، كان في تعاطف، كان في ايمان. اليوم انت لو ما انك مآمنه بقدرات هدول الاشخاص اكيد انت ما كنتي رح تبلشي تحاولي وتعطي من عندك ومن وقتك ومن جهدك. خلينا نحكي عن الانجازات ومين هن الاكثر فئه من الاشخاص ذوي الهمم اللي استفادوا من هي التجربه. هلا نحن اخذنا كل انواع الاعاقات. داون عندنا، متلازمه داون عندنا، توحد عندنا، شلل دماغي، اعاقه حركيه، اي حدا يعني شب او صبيه. لانه نحن اتجهنا لعمر فوق ال 14 سنه، هدول طبعا المدارس ما بقى تاخذهم يعني. فنحن بحاجه هن ليتعلموا.
بحاجة، بس أنا ما بقول ليوصلوا لجامعة، ليقدروا يقروا اسمهم ما يضيعوا بالشارع، يقدروا يركبوا باص يقدروا وكانت التجربة كتير جيدة وناجحة، إنه ابتدوا يتخرجوا صف سادس صف تاسع. حلو. فنحن عم نشتغل عليهم تعليميا ومهنيا، يعني اللي ما بينجح عنا تعليميا ممكن نحوله لمهنة، فبنعمل لهم دورات مهنية، دورات رسم، حتى يوغا، رياضة، إنجليزي، علوم، يعني كل المواد بنعطيهم إياها. طيب خلينا نحكي أكثر سيدة رحاب، ذكرتي خلال حديثك عن مشكلات عم بيعانوا منها ذوي الهمم، وهي يعني الواضح هي مشكلات تعليمية عم بتكون. خلينا نحكي عن مواضيع الدمج اللي هي موجودة بسوريا، كثير بنشوف عن مبادرات، عن بنسمع عن برامج اليوم تختص بموضوع الدمج. اليوم بسوريا نحن بعد بحاجة لبرامج أكثر، لناس تهتم بهدول الفئة أكثر، ولا وصلنا لمرحلة جيدة؟ لا أكيد أكيد من الضرورة أنه نشتغل عليهم، لأنه الصراحة العدد كبير، العدد كبير هلأ ابتدوا يطلعوا. نحن الشيء اللي التجربة تبعتنا كانت كتير ناجحة، أنه نحن بجوز ما عملنا دمج مع معنا مع أطفال يعني أو أولاد ما عندهم مشاكل يعني، بس هن كونهم اندمجوا مع بعض بكافة أنواع الإعاقات صاروا كتير رفقات، صاروا بحبوا بعضهم، صاروا يستنوا المدرسة، بالإضافة للأهالي. هلأ نحن فكرة مو بس الاستفادة للطلاب، يعني نحن حطينا منهج أنه الأم لازم تجي مع ابنها، طبعا تعرفي أن عندهم إعاقات، ونحن فريق تطوعي، ممكن ولد يتعرض لأزمة، يتعرض أمه بتعرف أكيد أكثر فيه، فمسؤولية يعني مسؤولية صحية الأم بتكون معه. فنحن اهتمينا بالأمهات بنفس الوقت، لأنه كان في برامج تدريبية للأمهات كيف يقدروا يتعاملوا مع طفلهم. طبعا طبعا في برامج للأمهات دائما وبشكل دائم، عنا دورات تنمية بالإضافة للدورات مهنية. يعني أنا اليوم الولد بده يتعلم فرضا الصابون، تصنيع الصابون، فبيكون هو ووالدته، مشان أنه إذا هو ما قدر هي تكون تستفيد من هي التجربة. أكيد حتستفيد، أنت اليوم عم تقدمي لمشروع صغير يعني لإلك. يعني نحن بالأخير معلش إن نحن اقتصاديا يعني في فئة من ذوي الدخل المحدود، فيعني ما عندهم إمكانيات مادية يعني، فبالأخير بدنا نأمن وظيفة للأم أو صحيح. أو مهنة أو نمكنها من شيء تقدر تعتمد على حالها فيه. والوضع نحن بنعرف كلنا الوضع الاقتصادي يعني شوي صعب بهالأيامات، فكل ست بحاجة لتدعم أسرتها بعمل يعني. طيب ست رحاب، اليوم هذا الشغل وهذا الجهد اليوم بحاجة لفريق هو مدرب ليقدر يدرب، أو شو وين مقركم وشو هي الأعمار اللي بتستقبلوها للأطفال إنها بعد بال14 سنة؟ يعني هل الطفل بهذا العمر عم يجي لعندكم خلينا نقول مهيأ ولو بشكل نسبي أو لا؟ هلأ نحن ابتدينا بداية بالمركز الثقافي أبو رماني، يعني أنا كتير بتشكر ونعطونا فرصة لمدة طويلة، يعني نحن بقينا عندهم من 2015 ل 2021 تمام. كنا دائما متواجدين هناك تعليميا يعني، بالإضافة لفعالياتنا كلها كانت تكون هناك. طبعا نعمل لهم دائما نحن حفلات، نعمل لهم حفلات تخرج، لأنه هن بياخذوا شهادة بعد كل دورة. حلو. يعني مشكورة وزارة الثقافة كمان مهتمة بهذا الموضوع، فنحن كل نهاية دورة محو أمية دائرة تعليم الكبار بتمنحهم شهادة محو أمية، فعادة بنهاية الدورات بنعمل لهم حفلات ترفيهية مع توزيع شهاداتهم. بعد مركز ثقافي أبو رماني نقلنا لمدرسة حكومية، هي مدرسة عبد الرحمن الخازن بالبرامكة، فكمان بعد الظهر بنعمل لهم هناك دروس يومي. اليوم الدوام يعني اليوم اذا حدا باب التسجيل عندكم مفتوح لهي الحالات؟ الباب مفتوح طبعا، اي، وعندنا صفحه على الفيسبوك صفحه لميت امل، بيقدروا يتواصلوا معنا، والعدد عندنا منيح، والصبايا عم تساليني على المتطوعات. طبعا نحن يعني التطوع عندنا مجاني، والتعليم مجاني، كله مجاني. فعندي صبايا يعني ما شاء الله عليهم، بناتنا بسوريا بياخذوا العقل، ثقافة التطوع صارت كتير منتشرة، وصار كله بيعطي من قلبه، وهذا الدليل على أنه نحن بنحب بلدنا وبنحب دائما نكون واقفين معها. المجتمع الأهلي كتير قدم خلال هي الفترة، ويعني أنا بتشكر أي حدا عم يشتغل لسوريا، عم يشتغل للأهالي، عم يدعم، لأنه
اذا ما كنا ايد واحده ما بنقدر نطلع نحن من المشاريع. تحيه اليوم لكل هي الجهود التطوعيه اللي ذكرتيها حضرتك. خلينا نحكي عن المشاريع الحاليه يلي عم تكون، عن مشاريع مستقبليه عم تحضروا لها. هلا بدي اقول لك بدايه مشاريع مستقبليه نحن عم نحاول نطور تعليميا يعني يعني عندنا صف سادس السنه الجايه ان شاء الله اللي بدنا ننجح، والسنه بالسادس قدموا عندنا 15 طالب اللي بينجحوا منه بدهم يكملوا للتاسع، فنحن عم نحاول دائما نجدد ونعمل تجديدات بالنسبه للدورات، دورات المهنيه والدورات لانه هي بتعطيهم مجال لانه يتطور. وهلا عندنا الشيخ الكار عدنان تبكجي عم يعمل لهم دوره تركيب كريستالات بالتريات، فهن كثير مبسوطين بهي انه ممكن ينتقلوا بعدين لعنده على الورشه نكون نحن امنا له فرصه عمل. فنحن بهي بدنا دائما نقدر عملية التشبيك اليوم عم تكون مع مختلف الجهات تماما. فنحن كثير بيهمني انا انه الولد يستفيد منها، ما استفاد تعليميا يعني ما نجح سادس بده يكمل، بده يقدر يتكل على حاله بمهنه نقدر ندعمه فيها نحن مشان ما يكون عالي على المجتمع. صحيح. لانه بالاخير هن شباب كثير قادرين يعطوا وكل واحد عنده ميزه يعني يعني انه نحن ما بنقول عنه ابدا ما بيطلع منه شيء، لا بدنا نشتغل عليه. نحن كل صبيه بتقعد مع يعني عندي صبايا بتقعد كل وحده مع ولد لحتى تقدر تعطيه من وقتها لحتى تهتم فيه، فلذلك هن صاروا حبوا المدرسه. صحيح. يعني طريقه التعامل والاهتمام وكلهم صبايا خريجات جامعه بس نحن ينقصنا يعني انا بتمنى هيك انه بدي اسالك يعني بينقصنا نحن بتطوعات للنطق. النطق سلامتك النطق اليوم اخصائيين في تماما اخصائيين لانه كثير الى يعني نحن بحاجه دائما لحدا اخصائي بالنطق. ان شاء الله هيك اليوم من خلال صباحنا يكون الباب مفتوح للتطوع ان شاء الله من الاخصائيين، وعم نستضيف كثير بصباحنا غير رح نطرح الفكره عليهم. خلينا هيك بالوقت المتبقي نحكي اليوم مثلكم مثل اي جهه متطوعه، اليوم عم تعانوا من صعوبات وخاصه اليوم انتم ماكم فريق عم تنزلوا على الارض عم تقدموا مساعدات عم تشتغلوا بهذا الشغل، اليوم انتم عندكم ارواح مسؤولين عنها يعني بدكم تقدموا الحب، بدكم تقدموا الاهتمام، الرعايه، التعليم، كل شيء. في صعوبات عم تمر فيها. نحكي عن هي الصعوبات اليوم، انتم شو الدعم اللي انتم بحاجه له؟ هلا الدعم نحن انا بقول دائما نحن كمجتمع اهلي نحن البحصه اللي بتسند الجره. فنحن صراحه دعم اخذنا دعم من يعني الدعم هي مثل المدرسه اللي قدمت لنا اياها وزاره الثقافه، مثل يعني بالاخير نحن بدنا نساعد البلد، فانا ما بطلب دعم، انا عندي مشروع دعم. فانا مشروعي دعم هو مشروع للخياطه. هاي هو البحصه؟ هاي هي البحصه اللي بتسند الجره. فانا عملت كمان اسست مشروع دعم ب 2015 هو عباره عن مشروع تدوير اقمشه. كنت بدي اعمل فرصه عمل لامهات شهداء كونا نحن سيدات بنشتغل كنا مع اسر الشهداء، فانا ام الشهيد كثير بتعني لي طبعا. بتعني لي بهذيك الفتره اللي فقدت ابنها عندها جواتها حزن كثير كبير، فلازم نطلعها من هذا الحزن. فعملنا مشروع دعم، فعملت انا مشروع دعم استقطبت بس امهات شهداء لانه انا بدي ام الشهيد لما اقعد معها بحكي نسيها همها وبدي بنفس الوقت امن لها فرصه عمل. فكان في امهات شهداء تعرفت عليهم عاملين دوره بسيرياتيل اخذين ماكينه الخياطه بس ما عندهم شغل، فابتديت انا ادربهم مكنتهم على قصه انه كيف ممكن نعمل من لا شيء نعمل شيء. فعندي أقمشة أنا بجيبها مساطر يعني نماذج أقمشة وبلشت المشروع هذا مع أمهات الشهداء. طبعا أنا أم الشهيد فرصة العمل تبعها أخذتها خلاص بتاخذ على القطعة، فأنا عندي مشكلة التسويق. لما بدي سوي الأرباح تبعها بتروح للمة أمالي اللي هي أنا بقدر أمن لهم مواد الدورات بقدر ساعدهم، عرفتي كيف؟ فهي مش هيك سميته دعم لانه بيدعم طرفين. خير على الجهتين اكيد. بالنسبه لمشروع دعم يعني هي مشكلتنا بالتسويق. ولكن معولين لبعدين على البازارات ما عم تفيدكم اليوم بهي القصه؟ البازارات ما يعني ما ما طبعا نحن بنشارك يعني بس انه بحاجه خطط تسويقيه مختلفه اليوم. بحاجه تسويق صراحه عندي مفارش وجوه مخدات ومفارش كثير حلوه.
يعني متميزة، لأنه هي أول شيء قطعة نادرة، وأنا بجيب الماش من برا، ما بجيبه يعني. أصدقاء عندي بيتبرعوا لي فيه، نماذج ممكن تكون نص متر ربع متر كذا، فهو طريقة التركيب تبعهم كيف بنركب، الفينيشنج تبع الخياطة اللي تدربوا عليه أمهات شهداء كثير، يعني عم يطلع معهم شغل كثير حلو. تمام، معناتها اليوم انتم بحاجه كمان اخصائيين بالتسويق اليوم؟ هلا نحن المشروع الثالث تبعنا يلي هو ابتدينا بشهر 12 بتجربه حرفيه بشيراتون دمشق. طبعا اتحاد الحرفيين في بروتوكول مع وزاره السياحه انه نقدر نعرض نحن كحرفيات، يعني نعرض ب اوتيلات الخمس نجوم. فبلشت تجربتنا بشهر 12 ولازلنا مستمرين لحد الان. هي تجربه عباره عن تسويق جماعي لعده حرف، يعني بطريقه جديده كيف نقدر ناخذ خبره تسويقيه باماكن الخمس نجوم. بالاضافه لانه مشاريعنا نحن ثلاث مشاريع هي للاسر المنتجه، وكيف بدنا نساعد الستات ببيوتهم على تكون المنتج تبعهم منتج جيد ويعني يعرض بالفنادق الخمس نجوم، لانه احنا معولين على انه ان شاء الله انفتاح جاي، البلد رايحه للافضل إن شاء الله. السياحه المغتربين كل هذا الشيء بيفيدنا للتسويق ان شاء الله. وطالما احنا عايشين على الامل فبنتامل بهي القصه. باخر هيك سؤال لحضرتك بالدقائق المتبقيه، رغم الظروف اللي عم تعيشوها، رغم انهم هم ذوي الهمام وعندهم مشاكل، ولكن ما كانوا بعيدين عن كارثه الزلزال، وشفناهم بمبادره ضمن المدرسه، عملوا مبادره وراحوا ليقدموا للمناطق المنكوبه. نحكي ولو سريعا عن هي المبادره. ايه، هي مبادره يعني بعد بسيطة. ما صارت بعد ما صار الكارثه، اكيد كل انسان فينا، كل سوري لازم يشارك ولو بشيء بسيط. صح. كل انسان حسب امكانياته بالاخير. فكانت الفكرة أنه نعمل مبادرة نحن كلمة أمان، وشو ما عندهم الأهالي شو ما بيقدروا يقدموا فنحن بيكون كتير منيح. كانت مبادرة حلوة، وطبعا يعني السعادة اللي هن كانوا متواجدين فيها باليوم يعني اللي قدمنا فيه، كله معجوق وعم يدب ثيابهم، ويعني هي سعادة العطاء يمكن. تماما، هن مشاركتهم كانت كتير حلوة وكتير ودية. نعم. ونحن كان ممكن كل انسان فينا يكون بنفس الظرف. صحيح. فكانت مبادره حلوه، وطبعا قدرنا نامن مبلغ وبعض الحاجيات يعني، وبعتناهم للاماكن المتضرره. نعم. يعني مشوارنا الصباحي وصل للختام، نشكر اليوم وجودك معنا، لكل الطاقه الحلوه، تحيه اليوم لكل المتطوعين يلي معكم، والتوفيق للمه امل ومشروعكم دعم. شكرا لكم، شكرا انه عم تضووا على هيك مواضيع، لانه بالفعل نحن بحاجه لانه الناس تعرف هالفئه هي قديش حلوه وقديش مهمه وقديش هي بالمجتمع ممكن كثير نستفيد منها. هذا تكون منتجه. تماما، يعني انا بتذكر بالحرب كانوا ينزلوا تحت القذائف ليتعلموا. صحيح. لكم كمان انتم اليوم الفريق الكادر المتطوع اللي عم تشتغلوا على كان التدريب التأهيل والتعليم، يعطيكم ألف ألف عافية. ونحن دائما بثقافة التطوع بهذا الوقت صرنا بحاجة أكثر، ودائما نقول نحن بزمن السلم أفضل من زمن الحرب، يكون عندنا تهيئة لهي القصص. تحياتنا لكل الفريق ولكل الأطفال الموجودين في لمة أمل. شكرا. ما شاء الله هيك أيامكم كلها أمل بأمل. شكرا ست رحاب حبيبتي. شكرا لكم، وسوريا بخير دائما إن شاء الله.